بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم عن كثافة المياه البحرية الصف العاشر علوم الأرض. بالبداية بدنا نسأل، هل كثافة الماء في البحار والمحيطات نفسها متساوية ولا بتختلف من مكان لآخر؟ الجواب أكيد رح تختلف من مكان لآخر على حسب عدة عوامل. من أهم هاي العوامل اللي بتعتمد عليها كثافة المياه البحرية اللي درس الماضي اللي أخذناه، وهي الملوحة. أول سبب رئيسي الملوحة، وحكينا إنه الملوحة هي عبارة عن كمية أو كتلة الأملاح الذائبة في الماء، تمام؟ فكل طبعا العلاقة رح تكون ترليف، وكل ما كانت نسبة الأملاح الذائبة في الماء عالية، يعني الملوحة مرتفعة، إشي طبيعي تكون كثافة المياه البحرية أعلى، فبنحكي علاقة طردية. تاني سبب من الأسباب أو تاني عامل من العوامل تعتمد عليها كثافة الماء البحرية هو الحرارة، درجة الحرارة. درجة الحرارة، طب شو العلاقة بين درجة الحرارة والكثافة؟ طبعا علاقة عكسية. كيف يعني؟ كل ما كانت حرارة العينة الماء حرارتها عالية، يعني درجة حرارتها عالية، فكثافتها رح تكون قليلة. علاقة عكسية، بارتفاع الحرارة رح تكون الكثافة قليلة. فإذا من خلال هدول العاملين نقدر نعرف إنه الملوحة ودرجة الحرارة بيأثروا على كثافة المياه سواء بالبحار أو المحيطات، فعشان هيك هدول الأسباب بيخلوا إنه كثافة المياه تختلف من مكان إلى آخر على سطح الأرض. نحل الأسئلة الموجودة عندنا في كتابنا صفحة 52. السؤال الأول بيحكينا، اختر رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. 1. المنطقة الأكثر عمقاً في قاع المحيط. عنا 4 خيارات، أنو الإجابة الصحيحة؟ بما أنه عم بحكين عن منطقة الأكثر عمقاً، فرح جواب الصحيح رح يكون أكيد با، هي الأخاديد البحرية. طبعاً زي ما شرحنا أنه هي مناطق كتير عميقة وضيقة في العرض. السؤال الثاني أو الفرع الثاني، تتجمع الرسوبيات التي تحملها التيارات العكورة لتكون. الجواب الصحيح أكيد رح يكون المرتفع القاري، لأنه حكينا بما أنه عندنا تجمع رسوبيات رح يعطينا منطقة مرتفعة، فإذا رح يكون المرتفع القاري. 3. تزداد ملوحة المياه في المناطق القطبية بسبب. الجواب الصحيح رح يكون قلة التبخر. ليش؟ لأنه بيحكي عن مناطق قطبية، والمناطق القطبية يعني الحرارة رح تكون فيها منخفضة، الشمس ما رح تطلع بكمية أو خلينا نحكي لوقت طويل، فإذا رح يكون قلة التبخر. الفرع الرابع، الأيون الأعلى تركيز في مياه المحيطات هو. طبعا حكينا من الدرس الماضي في عنا أيونات تدوب في مياه المحيطات، أعلى نسبة للأيون كتركيز هو عنصر الكلور سي الماينس. 5. الأودية تحت البحرية هي أودية ضخمة تقطع. الجواب الصحيح طبعا رح يكون ألف، الرصيف القاري والمنحدر القاري. عندنا السؤال الثاني بحكينا، فسر ما يأتي تفسيرا علميا دقيقا. ألف، كثافة المياه الدافئة أقل من كثافة المياه الباردة. ليش؟ طبعا هلأ جاوبنا وحكينا إنه العوامل اللي بتعتمد عليها درجات الحرارة. الجواب رح يكون بما إنه عم نحكي عن مياه دافئة، طبعا الحرارة بتعملي على تباعد الجزيئات، ونتيجة تباعدها فهذا حجمها رح يزداد، فعشان هيك رح يؤدي إنه تكون كثافتها رح تكون قليل. لأنه حكينا لو نجيب عينة من الماء الساخن وعينة الماء البارد ونخلطه مع بعض، بلاحظ إنه الماء الساخن بيرتفع لأعلى لأنه كثافته أقل، والماء البارد رح ينزل للأسفل لأنه كثافته أعلى. السؤال أو خلينا نحكي الفرع الثاني، كثافة المياه المالحة أكبر من كثافة المياه العذبة. حكينا برضو هذا السبب الثاني من أسباب العوامل بتعتمد عليها الكثافة، وهي الملوحة. إنه حكينا كل ما زاد كمية الأملاح يعني الملوحة، فملأت الفراغات بين جزيئات الماء، فبالتالي بيسبب بكتلة أكبر، لأنه الكثافة هي الكتلة على الحجم، إذا زادت الكتلة إذا الكثافة رح تزداد. السؤال الثالث عنا بحكي لنا، ما تأثير اختلاف ذائبية بعض العناصر والأيونات على وفرتها في مياه المحيطات؟ وضح إجابتك من خلال الأمثلة. طبعا من الدرس الماضي حكينا إنه في بعض الأيونات بتكون ذائبتها كبيرة وبعضها قليلة. طب شو السبب؟ زي هون عنا كل ما زاد ذائبية العنصر في مياه المحيطات زادت وفرته، زي عنصر الكلور Cl طبعا بيمتاز بذائبيته الكبيرة، بما انه بيمتاز بذائبيته الكبيرة اذا رح يكون بتوفر بشكل اكبر في المحيطات اكثر من غيره من العناصر. السؤال الرابع عنا بحكينا،
أدرس الجدول 3-1 جيدا ثم أجب عن الأسئلة اللي تلي. عندنا جدول، عندنا جبل ألف با جيم دال، كل جبل له بعد بالكيلومتر، ألف 60، با 100، جيم 120 كيلومتر، دال 100 كيلومتر. طبعا عندنا الاتجاه عن ظهر المحيط. طالب مني بالفرع ألف ما رمز الجبل الأحدث وما رمز الجبل الأقدم. بما إني عم بحكي عن عدة مناطق فرح يكون الجبل الأحدث هو ألف لأنه هو الأقرب لمنطقة ظهر المحيط، والجبل الأقدم رح يكون جيم اللي بعده 120 لأنه رح يكون أبعد عن منطقة ظهر المحيط. إذن الجواب زي ما إحنا شايفين أحدث ألف وجبل الأقدم جيم. الباء بحكينا ما سبب حركة الجبال البحرية، شو الإشي اللي بيخلي الجبال البحرية تبتعد عن منطقة ظهر المحيط؟ طبعا السبب الرئيسي واستمرار توسع في قاع المحيط. جيم طالب مني بحكي لي كيف يتم تحديد عمر الجبل البحري الأقدم. طبعا أنا بحدده عن طريق كل ما كان بعده عن منطقة ظهر المحيط إذا كان عمره أكبر. فزي ما حكينا بالفرع ألف إنه الجبل جيم هو أقدم جبل لأنه بعده 120، أكثر جبل بعيد عن منطقة ظهر المحيط. السؤال الخامس بحكينا ألف، هل يؤثر انصهار الجليد في المحيطات الشمالية القطبية والجنوبية القطبية في التقليل من ملوحة المحيطات؟ فسر إجابتك. أنا عم بحكي عن انصهار جليد وبحكي عن مياه عذبة، فتخيل لما تزيد كمية المياه العذبة هل هذا رح يأثر على الملوحة ولا لا؟ طبعا رح يأثر، رح يقلل لي إياها لأنه المياه العذبة رح تزداد مع ثبات نسبة الأملاح، فبالتالي الملوحة رح تقل. يعني نجيب معينة مثلا كاسة ماء فياتها أملاح ونضيف فيها ماء عذب، فإيش طبيعي الملوحة رح تقل لهاي الكاسة. الفرع باء طالب مني عند التقاء كميتين المياه، إحداهما كانت عند دائرة عرض 30 جنوب دائرة الاستواء والأخرى عند دائرة الاستواء، يعني عندها بالضبط، فإن العين الأولى تغوص تحت الأخرى. فسر سبب ذلك، ليش العين الأولى اللي عند دائرة عرض 30 بتغوص تحت المياه اللي عند دائرة الاستواء بالضبط؟ طبعا السبب الرئيسي لأنه درجة حرارة العين الأولى رح تكون قليلة، أما درجة حرارة العين عند دائرة الاستواء بالضبط رح تكون درجة حرارتها مرتفعة، وحكينا الحرارة بتأثر على الكثافة، فبالتالي العين الأولى رح تكون حرارتها قليلة فبالتالي كثافتها عالية أو كبيرة، فرح تغوص لتحت أسفل العينة اللي رح تكون موجودة عند دائرة الاستواء اللي هي الأسخن. إذا جواب، لأن درجة حرارة العين الأولى أقل فإن كثافتها تكون أكبر وبالتالي تغوص تحت العينة ذات الكثافة الأقل الأسخن.